زي ما انتوا عارفين كل فصل في السنة وليه مشاكله، وفصل الشتاء تحديدا بتنتشر فيه شكاوى كتير بسبب التهابات الجلد، التشقق، الجفاف الشديد اللي بيحصل في فصل الشتاء سواء للكبار أو للأطفال، وده بسبب طبيعة فصل الشتاء البارد. وبما أننا على مشارف فصل الشتاء هتزيد الشكاوى دي وخصوصا عند الأطفال في المدارس. طيب نعمل إيه لو إحنا بنواجه واحد من المشاكل دي؟ إزاي نحمي جلدنا من الجفاف والتشقق المستمر في الشتاء وأطفالنا الصغيرين حديثي الولادة كمان؟ هنعرف كل ده مع دكتور إبراهيم كامل، أستاذ جراحات التجميل والحروق والوجه والفكين بطب عين شمس. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. عايزة حضرتك تقولي ليه فصل الشتاء تحديدا بيحصل فيه مشاكل في الجلد؟ حضرتك هو طبعا جلد الإنسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه بطبيعة يتحمل الأجواء المختلفة، لكن مع تغير الفصول وطبعا مع تغير المناخ في العالم كله بدأ يحصل نوع من أنواع الاضطرابات الجوية في داخل الإقليم الواحد. يعني مثلا نيجي نشوف في مصر هنا بنلاقي ان الجو في الحر بدا يبقى شديد شويه، الجو في البروده بدا يبقى شديد شويه، وبالتالي دوت ممكن ياثر على الجلد لو احنا ما اهتمناش، وخصوصا للاطفال وكمان للسيدات اللي هم كمان حوامل، ده كمان طبعا بيفرق جدا في الجلد بتاعهم. وبالتالي بيبدا يحصل تغيرات في الجلد زي ما حضرتك قلت كده، التشققات اللي في الجلد بتبدا تظهر، بيبدا يحصل نوع من انواع تكون القشر في الشعر، وطبعا الشعر مع الجلد من الاماكن او المناطق اللي احنا بنهتم جدا بيها في طب جراحات التجميل، لان دي طبعا جزء من جلد الانسان اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه لنا عشان نهتم بيه. فطبعا قشره الشعر لما بتتكون مع التشققات اللي بيحصل في الجلد ممكن تسيب بعض التشوهات اللي بتحصل في الجلد، خصوصا لما بتكون نوع من انواع الاكزيما او الحساسيه الموسميه، بنسميها الاكزيما او الحساسيه الموسميه. دي ساعات بتعمل طبعا تشوهات في الجلد، غمقان في الجلد، بيبدا الانسان لو كان طفل بالذات بيبدا يعاني من الحرش المستمر في المناطق ديت، ممكن يعورها وتبدا تحصل تشوهات في الجلد بتاعه. دكتور ازاي نحمي نفسنا من المشاكل دي؟ يمكن حضرتك بتقول انه الجفاف هو مش بس كمان شكل الجلد او موضوع مش بس جماليا، لا هو ممكن يتسبب في امراض جلديه اخرى. طيب احنا ازاي نحمي نفسنا من الجفاف في فصل الشتاء؟ مهم جدا خصوصا في الاطفال التغذيه السليمه، الغذاء الصحي السليم ده بيبقى مهم جدا، الخضار، الفاكهه، البروتين، الحاجات دي كلها بتساعد على تكون طبقات الجلد الداخليه اللي بتخلي جلد الانسان يبقى قوي ويقاوم التغيرات الجويه اللي بتحصل. كمان مهم ان الامهات طبعا وهم بينزلوا اولادهم الصبح في المدرسه مع فتره البروده الشديده اللي بتحصل في اوقات اللي هي مبكره في الصباح الساعه 6 الصبح والساعه 7 الصبح، هنا مهم جدا ان هم يخليهم يشربوا ميه. شرب الميه قبل نزول الطفل بيبقى بيساعد على تعديل حراره جسم الانسان كله، فبالتالي هو بيبقى نايم داخل في السير بتاعه، بيصحى الصبح مستعجل عايز ينزل يروح المدرسه على طول، يبدا يحصل تقصف في الشعر خصوصا للبنات الصغيرين، الشعر يبدا يتقصف، يبدا يتكون قشره في الشعر، يبدا يحصل تشققات في الايدين، تشققات حوالين الفم، تبدا يحصل المشاكل بتاعتها، فبالتالي هنا شرب الميه ده وجبه الفطار من الحاجات المهمه جدا برضه. كمان زي ما احنا متعودين دايما في الصيف الامهات بيستخدموا الكريم الوقايه من الشمس للاطفال، برضه ترطيب الجلد بالكريمات المرطبه ده شيء مهم جدا. كان زمان طبعا عارفه طبعا استاذه هند، كانوا زمان الاهالي بيستخدموا زيت الزيتون لترطيب الجلد للاطفال عشان ما يحصلش تشققات. فطبعا استخدام الكريمات المرطبه ده شيء جميل جدا للطفل قبل ما ينزل للمدرسه، بيرطب الجلد بتاعه، بيساعد على انه ما يحصلش تشققات في الجلد. دكتور يمكن حضرتك بتقولي الكريم مرطب، وكريم مرطب يمكن هو موضوع طويل جدا، ازاي اعرف الكريم المرطب الكويس او المناسب ليا كأم والكريم المرطب كمان للأطفال أو حديثي الولادة؟ أكيد في فروقات، إزاي أعرف المناسب لكل سن؟ طبعا هنا استشارة الطبيب بتبقى شيء مهم جدا، عشان استخدام الكريمات المرطبة زي ما حضرتك قلتي بالظبط تختلف من سن لسن ومن كمان من وقت لوقت تاني، وبالتالي الاستشارة الطبية دي بتبقى مهمة جدا. النقطة التانية إن لو اتكلمنا في العموم إن الكريمات المرطبة لما الأم بتستخدمها
بتستخدمها على الجلد بتاعها، بيكون جلد بالغ، جلد يقدر يستحمل المواد الكيميائية اللي موجودة في الجلد. لكن الطفل خصوصا الأطفال الصغيرة الجلد ممكن ما يتحملش ده، وبالتالي هنا ممكن تبقى استخدام حاجات بسيطة زي الفازلين الطبي للطفل دوت بتبقى مفيدة أكتر ليه، أو استخدام ممكن زيت الزيتون، ممكن استخدام كمان كريمات طبية تحت إشراف طبي. هايل. يمكن حضرتك بتقول زيت الزيتون، هل في طرق طبيعية؟ يعني زي ما حضرتك عارف أكيد بنسمع على طول زيت الزيتون، زيت جوز الهند، هل في طرق طبيعية ممكن نستخدمها أو نتبعها بدلا من الكريمات أو المرطبات اللي فيها مواد كيميائية؟ في الوقت الحالي طبعا معظم المواد الطبيعية بتخش في التصنيع الدوائي عشان بتتعامل بتقنيات حديثة، بتبقى طبعا مفيدة جدا. ما بنفكرش نلجأ بقى للمواد الأصلية أو الطبيعية قوي، لأن ساعات بتبقى طبعا ممكن استخدامها بطريقة مفرطة أو طريقة بعدم دراسة الجرعات بتاعتها ممكن يعمل مشاكل. يعني ممكن لو في أمهات تكون مثلا للشعر أو للبشرة أو كده، ده ممكن يعمل حبوب في الجلد لو استخدمته بطريقة كتيرة إنها بتسد المسام. وبالتالي هنا الإشراف الطبي في نفس الوقت كمان استخدام الكريمات الحديثه تحت اشراف طبي بتدي جرعات مناسبه تساعد جدا على ان الجلد يفضل سليم. دكتور كمان في كومن كيس، في حاله عند ناس كتير جدا، الا وهي انه سيدات بيستعملوا مرطبات وبيغيروا كل شوية نوع المرطب، وبرضو بتقولك أنا لسه عندي جفاف وما بستخدم كريمات جفاف الجلد أو التشقق مش بيروح، ممكن في الحالات اللي زي دي تلجأ ليه؟ طبعا بنساعد نستخدم بعض العلاجات الدوائية لعلاج الإكزيما العصبية أو إكزيما تغيرات الجو أو الحساسية الموسمية. الكريمات دي بتبقى كريمات خاصه بعلاج الحساسيه، طبعا بتستخدم تحت اشراف طبي. وكمان طبعا كمان تكمله لكلام حضرتك، ان غير كمان التشققات اللي بتحصل، في ساعات ناس بيبقى عندهم تاثر بالبروده قوي جدا، فبيبدا يحصل نوع من انواع تغير لون الاظافر وتشقق الاظافر، وان بتحصل تخثق في الاظافر بتاعتهم ده نتيجة برضو البرودة الشديدة. فهنا احنا بنستخدم بعض الوسائل العلاجية سواء فيتامينز بتتاخد في صورة أقراص أو شرب للأطفال الصغيرة عشان تقوي الأظافر بتاعتهم وتحميهم إن ما يحصلش تكسير في الأظافر بتاعت الجلد. دكتور في فيتامينز معينة تتاخد في فصل الشتاء عشان تحافظ على الجلد والشعر من عوامل فصل الشتاء أو البرودة وأثرها الجانبية على الجلد والشعر؟ معظم العناصر المهمه هي الفيتامينات اللي بيكون فيها فيتامين د او فيتامين او الزنك، الحاجات دي بتبقى ضروريه جدا في فصل الشتاء ومفيده كمان للجلد وللشعر. الزنك و الزنك وفيتامين د وفيتامين سي من العناصر المهمه، بس طبعا مهم جدا لازم تتاخد تحت اشراف طبي عشان ما يحصلش منها اوفر دوز ممكن تضر الانسان، لان طبعا الفيتامينات والعناصر ديت لما تستخدم بطريقه سليمه بجرعات مناسبه تفيد، او استخدمها بطريقه خطا ممكن تضر الانسان. كمان دكتور عايزين نتكلم عن طرق التقشير، يعني في ناس بتتعرض للجفاف جلدها بيكون ناشف شويه فبيلجأوا لطرق التقشير، سواء كانت في التقشير المنزلي سواء كانت في الحمام المغربي، استخدام الانواع دي من تقشير الجلد سواء في البيت او في سبا في عيادة. حضرتك شايف انه التقشير بيعالج الجفاف؟ بص احنا عندنا في طب جراحات التجميل بنعالج الجفاف الجلد لما بيبقى درجة الجفاف وصلت للدرجة الثالثة باستخدام الليزر. الليزر ده من احدث الوسائل خصوصا فراكشنال ليزر، طبعا بيستخدم تحت اشراف طبي وطبيب جراحة التجميل هو اللي بيجري عملية مش عملية جراحية طبعا، هو تدخل طبي تحفظي بيتعمل بيه جلسة ليزر أو جلستين ليزر عشان علاج التشققات وعلاج الجفاف اللي بيحصل للبشرة. كمان من ضمن الوسائل الحديثة جدا هي الصنفرة باستخدام الخلايا الجذعية. الخلايا الجذعية طبعا احنا عارفين ان هي بتقدر نستخدمها في مجال طب جراحات التجميل في حاجات كتيرة جدا، سواء لعلاج قصور الشعر أو لعلاج التشققات أو الجفاف اللي بيحصل في الجلد أو البشرة. بتبقى تكون كمان يعني تقنية حديثة بنستخدمها للأمهات أثناء فترة الحمل أو بعد الولادة، بتفيدهم جدا جدا عشان القصور اللي حصل في الجلد أو في الشعر بيتعالج بطريقة سليمة.
بشكرك شكرا جزيلا دكتور إبراهيم كامل، أستاذ جراحات التجميل والحروق والوجه والفكين بطب عين شمس.